السلام عليكم. اليوم الرحول لمدينة أرزيو لنقف على الأشغال نتاع التوسيع نتاع ميناء أرزيو، وليعتبر سوف يصبح بعد الانتهاء من الأشغال سوف يصبح واحد من أكبر الموانئ على الضفة الجنوبية للبحر المتوسط، وربما سوف يعني يصبح الأكبر في المتوسط إذا جمعنا كل الموانئ المتواجدة في مدينة أرزيو، يعني من الميناء البترولي زائد الميناء الغازي زائد الميناء المنجمي زائد الميناء الحاويات اللي راح ينجز، فسوف يصبح أكبر من أكبر الموانئ في المتوسط. ويعني هي في الحقيقة باش نقارن هذه الموانئ كاين بعض الأمور. هي أولا نقارن الواجهة البحرية نتاع الميناء، الفصاد ماريتيم أو الفران دمار، يعني الواجهة البحرية، الطول نتاع الواجهة البحرية أولا، وثم نقارن المساحة نتاع الميناء. تقدر تكون الواجهة نتاع البحرية طويلة، يعني عندها طول يعني معتبر، لكن العمق تاع الميناء مش كبير بزاف. إذن فيه المساحة كذلك تدخل في المقارنة، وهي المساحة عندها علاقة مباشرة بسعة استيعاب نتاع الحاويات. ثم عندنا الغمق تاع الميناء، فيعني لأنه الغمق هذا عنده علاقة بالحمولة نتاع الباخرات والحجم نتاع البواخر. كل ما يكون العمق كبير كل ما تكون البواخر كبيرة، كل ما تكون سعة تاع الميناء كبير. إذن هاد لي بارامتر، الطول نتاع الميناء أو الوجه إلى فصل ماريتيم، لا بروفوندور نتاع المساحة نتاع الميناء زائد الغمق نتاع الميناء، هي اللي تعطينا السعة الحقيقية للميناء. وهذه نقدر نقارنوها باستعمال خرائط جوجل، ونعرف أي ميناء هو كبير بغض النظر عن البروباغندا والكلام تاع الإعلام والتطبيل. إذن فيه دي بارامتر جيومتريك باش نعرف إذن السعة والحجم تاع هذه، وإن شاء الله نكون فيه ندير فيديو، وسوف أقارن بعض الموانئ في الدول الجوار وفي اللي نعرف من هو أكبر ميناء. وكذلك فيه اتجاه جديد الآن، وهذا صرح به الرئيس عبد المجيد تبون، هو الاتجاه نحو توسيع إذن ميناء جنجن، وكذلك توسيع ميناء عنابة، لكي هذه الموانئ كل الثلاثة سوف تصبح من أكبر الموانئ في البحر المتوسط، يعني كبديل على اسم أظن كبديل للمشروع نتاع الحمدانية. إذن حتى وهذا يعني الاتجاه هذا يعتبر جيد، إذا كان فيه التوسيعات هذه تكون يعني بحجم كبير وتكون فيه منافذ لهذه يعني الهياكل القاعدية، تكون فيه يعني منافذ نحو طرق السيارة أو نحو السكة الحديدية تكون متوفرة وتكون فيها التوسيعة. فهذه المنشآت الثلاثة اللي هي أرزي وجنجن وعنابة تكفي وتقدر تصبح عوض أن يكون عندنا الميناء الحمدانية واحد، يقولوا عندنا ثلاث موانئ بحجم عالمي وبحجم كبير جدا. إذن من الناحية الاقتصادية الأمر يعني لا بأس به من الناحية الاقتصادية ومن الناحية اللوجستيكية. إذن نترككم تتابعون هذا التقرير عن التوسعة الجديدة لميناء أرزيو، والسلام عليكم. بحجم تبادلات فاقت 49 مليون طن نهاية السنة الفارطة، تراهن الدولة على ميناء أرزيو كنقطة محورية في مجال الاستيراد والتصدير بالجهة الغربية للبلاد، وهو ما استدعى الشروع في أشغال التوسعة. يمتد ميناء أرزيو على طول 22 كيلومتر من الشريط الساحلي، ويضم ثلاث أقطاب هي أرزيو بالطيوة ومرسى الحجاج، حيث يحتل الصدارة على المستوى الوطني في تصدير المواد البترولية
بنسبة 60%. احنا قمنا من السابق بتسجيل مشروع لجلب المادة الخام عن طريق الرصيف الجديد، أين تم شحن التفريغ ما يفوق 9 ملايين طن عن طريق هذه المنشأة، وهذه 9 ملايين طن اللي جات مادة خام رانا رايحين احنا رانا نصدروها لمختلف البلدان الأوروبية والأمريكية والإفريقية عن طريق البوابة الحالية لميناء أرزيو، اللي راح هذا المادة تجي مركب توصيالي، ومن تكون كاينة لا كونتيتي من تكون كاينة المادة تجي من الغار جبيلات وتجي من الآخر راح تزيد في المنتوج اللي عليها قلنا كاين فيما يقرب 3 ملايين طن اللي رايحة تتصدر من هذا الرصيف. واستجابة للتحديات الاقتصادية والجيوستراتيجية للبلاد، جاء قرار توسعة الميناء ليجعل من هذه المنشأة واحدة من أهم المنافذ البحرية. توسعة مينائية تقدر ب 52 هكتار وأربعة أرصفة، انطلقت الأعمال بها في شهر مارس 2023. قدرت التكلفة المالية لهذه التوسعة بحوالي 37 مليار دينار جزائري. إعادة رسم معالم البنية التحتية لميناء أرزيو مست أشغال تشييد أرصفة حديثة لرسو البواخر بهدف تقليص مدة الانتظار أثناء تفريغ وشحن حمولات البضائع. كنا بصدد عملية مسح توبوغرافي للتحقق من مستوى النهائي لقاعدة المنشأة البحرية المتكونة من حجارة صنف 1 إلى 15 كيلو. شركة كوسيدار أشغال عمومية سخرت أكثر من 500 عامل، وبالنسبة لوحدات العتاد ممكن تصل إلى أكثر من 100 وحدة. وفي تجربة هي الأولى من نوعها، إنجاز منشأة لتصليح وصيانة السفن محلياً. المنشأة متكونة من ثلاث أرصفة، الرصيف الأول لتحويل السفن، الرصيف الثاني للانتظار، والرصيف الثالث رصيف الخدمات. نسبة الإنجاز تتراوح بين 50 إلى 51%. بتسلم ميناء أرزيو الذي يأتي تجسيدا لوعود السلطات العليا للبلاد القاضية بتثمين هذه المنشآت وتوسيع نطاق استغلالها للرفع من رقم الأعمال بجلب متعاملين اقتصاديين أجانب وضمانا لنمو اقتصادي وطني.